البير هو هذا ما بحفره وتاديك الناس اللي حفروا معاه ماتوا الناس وشي باقي هادي المهم شي جرارة فيني غرصة الوالد عندها اختار من 50 عام والبلاد هي هادي جالي لها هرمز لي قول ديالو اليوم جا هرمز لي قول ديالو وهما ولاو يطيحوا البرارة يجروهم وشعلوا فيهم العافية والكرفان ديالي بقاو الشتا طاحت بقى رزقي كله مصيب برا عندنا انايا ملي سبتهم وهادي وجريت عليهم قالوا مي انا وليت دابست معاهم وهادي ايوا صبحوا من بعد وما ماجي مرجع صايفطوا المخزن ما جاي يديني قال لك ضربتهم وانا كاع ما دابست معاهم جريت عليهم جيت معصب جريت عليهم من هنايا قال لك ما وانا ما يمكنش باش دخل هو الوالده ديالي شاري الحبس وانا صباح في 6 شهور قلت لك واش هاد المنطقة كاملة حسب بقيت له عيانة اللي بقيت له في الوسط هنايا اللي بقيت له ما بغيتش نبيع له هادشي علاش هو شنو بغا ينوض معايا في الصداع هادشي